أهلا بكم في الخط الأخضر. لا يكل الاحتلال ولا يمل، وقطاع الأكاديمية الفلسطينية من ضحاياه أيضا. محاضرون يبعدون، وآخرون أجانب لا يمنحون تأشيرات لدخول الضفة الغربية، وطلاب تبعدهم الاعتقالات الإدارية والحواجز عن جامعاتهم. ولا تقتصر تأثيرات ذلك على الحياة الأكاديمية فقط، على خطورة ذلك إنما تتعداها إلى محاولة هندسة إسرائيلية للمجتمع الفلسطيني عبر حرمان قطاعات من الشعب الفلسطيني من حقها في التعليم. الجامعات الفلسطينية ملاحقات الاحتلال مستمرة، ونرصدها في حلقة هذا الأسبوع من زوايا التاريخ والحاضر والتأثيرات المستقبلية. لنقاش هذه المواضيع وما تحيل إليه، أرحب بضيفي هنا في استوديو المحامية سوسن ظاهر، نائب مدير مركز عدالة القانوني، والصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي محمد وتاد. أهلا بكما. أهلا. قبل أن نبدأ نقاشنا دعونا نشاهد هذا التقرير الذي يسلط الضوء على قضية محاضري بيرزيت ضمن سياق الانتهاكات التي تتعرض لها الجامعات الفلسطينية. عبر رفضه إصدار تصاريح عمل للأكاديميين الأجانب، يحاصر الاحتلال الإسرائيلي الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية. ولكن هذا ليس كل شيء، فلا تقتصر ممارسات الاحتلال على ملاحقة المحاضرين فحسب، إنما تطال الطلاب عبر سلسلة من الانتهاكات تبدأ بالاقتحامات الدورية للجامعات واعتقال الطلاب المنتخبين في المجالس الطلابية، بالإضافة إلى زج بعضهم في السجن بالاعتقال الإداري دون أسباب واضحة وبذرائع فضفاضة وضبابية حمالة أوجه. لا تنتهي ممارسات الاحتلال بقطع طرقات الجامعات والحواجز، إلا أنها واحدة من أدواته الفعالة، فتطيل الطريق للوصول إلى الجامعات إلى ساعتين في بعض الحالات بدلا من 20 دقيقة. ناهيكم عن منع طلاب غزة مثلا من الدراسة في الضفة والقدس، أو منع طلاب الضفة والقدس من الدراسة في جامعات غزة. وتؤثر الإجراءات الإسرائيلية أكثر ما تؤثر على الطالبات، خصوصا التي لا يتمكن من المبيت قرب الجامعات، وما يعنيه ذلك من إصرار إسرائيلي على إعاقة تطور المجتمع الفلسطيني بحرمان شرائح من أبنائه من حقها في التعليم، إذ تعتبر الأوضاع الأكاديمية في غزة مثلا من أسوأ قطاعات التعليم في العالم بسبب تضييقات الاحتلال، فلا ميزانيات ولا محاضرون أجانب، إضافة إلى القصف المتكرر لأسباب واهية. أهلا بكما مجددا سوسن. دعينا نبدأ من الأسباب، ما هي الأسباب وراء هذه الممارسات؟ يعني ما في شك انه احنا عم نحكي قاعدين على سياسات اللي هي بتقيد مكوث المحاضرين الاجانب في الضفه لاجل تعليمهم في الجامعات الفلسطينيه، اللي هي جزء من سياسه الاحتلال الاسرائيلي، ولكن جنب ثاني اللي احنا ما بنتطرق له كثير. عم نحكي قاعدين على تقييدات اللي بتفرضها على مكوثهم، اللي هي عمليا بتضطروا كثير منهم بعد فتره معينه انه يطلعوا من الضفه، لانه بمرحلة معينة بيصيروا غير قانونيين، مكوث غير قانوني، ببطلوا يقدروا يرجعوا، ببطلوا يقدروا يبقوا، ببطلوا يقدروا يتعلموا، وهذا طبعا بيؤدي لكثير من المصاعب وكثير من النتائج اللي هي بتأثر بشكل إلها نتائج سلبية على المحاضرين، على الطلاب، على الطاقم، على الجامعة، وعلى الفلسطينيين بشكل عام. بشكل عام، أبرز هذه النتائج التي قد تؤثر على الحياة الأكاديمية الفلسطينية ما هي برأيك؟ بداية إسرائيل تسعى من خلال هذه الإجراءات عزل الأكاديمية الفلسطينية عن العالم ومحاصرة الأكاديمية الفلسطينية. اليوم نرى الشعب الفلسطيني بمجمله يعني من الطبقة الأكاديمية، والتعليم الأكاديمي لا يقتصر على النخب، بمعنى إسرائيل أيقنت هذا التواصل ما بين الأكاديمية الفلسطينية والأكاديمية في العالم، ليس فقط على صعيد إحضار نخب من
المحاضرين، وإنما حتى بعثات من الطلاب ومن الجامعيين الفلسطينيين إلى أوروبا. وإسرائيل تريد أن تحاصر، دائما كانت الأكاديمية هي جوهر الصراع ومحور الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي. إذا كانت في الانتفاضة الأولى نتذكر الجميع الجامعة النجاح في نابلس كانت هي بؤرة الأحداث، وحتى قيادات الانتفاضة تحدث ميدانيا. القدس جامعة أبو ديس في منذ عام 2015 يوميا على مدار الساعة هناك مواجهات. إسرائيل الاحتلال يريد قمع هذا الحراك الطلابي وإبعاد الطلاب عن كل ما يتعلق الانتفاضة أو الحراك الشعبي الحراك الجماهيري. ولكن علينا أن ننظر لقضية معينة، يعني الشعب الفلسطيني هناك سلطة في غزة محاصرة، الشعب الفلسطيني في غزة محاصر، وعلينا أن نكون واقعيين. في الضفة الغربية هناك سلطة وهناك احتلال بكل معنى الكلمة. سنعود لنناقش هذا الموضوع، ولكن سوسن أنت تمثلين أيضا تدافعين عن بعض المحاضرين والأكاديميين، من هم؟ هل هم مجموعة خاصة يعني في مساقات تعليمية خاصة، أم هم يعني جميع المحاضرين الأجانب؟ إحنا بمركز عدالة بنمثل جامعة بير زيت، مش المحاضرين بشكل فردي. المحاضرين بشكل فردي عندهم دعواتهم ممثلين من قبل محاميين خاصين، وبالتالي الفكرة كانت أنه تحويل هذا الملف مش لبدال ملف فردي لكل محاضر ومحاضرة، أنه يكون ملف مبدئي لجامعة بير زيت اللي فيه بتدعي أنه السياسات اللي بتقيد عمليا مكوث المحاضرين اللي بيشتغلوا بجامعة بير زيت هي موضوع اللي هو بتعلق هو انتهاك لحق بير زيت بأنه يكون عنده حرية أكاديمية تامة ومطلقة أنه يختار مين يجيب كمحاضرين أجانب، قديش يشغلهن، بأي كورسات يكونوا. وكلياتنا بنعرف كمان أنه الخبراء الخبرة الموجودة أو اللي بقيت عمليا بالضفة من ناحية خبرة فلسطينية اللي بقيت بالضفة هي مش كتير كبيرة. كتير من المحاضرين ومن المثقفين طلعوا من الضفة نتيجة لسياسات الاحتلال، فبالتالي جامعة بير زيت بكتير من المرات بحاجة أنها تجيب محاضرين اللي عندهم خبرات من جامعات تانية، أو لأنه فيش خبرات بالضفة، أو لأنه هي كمان كحرية أكاديمية خبرات تعليمية من ثقافات خبرات تعليمية أبحاث مختبرات مكاتب وكل ما بتعلق بتطوير التطوير الأكاديمي بالجامعات، وكمان كحقها أنه تقدر تتنافس على مستوى محلي وعلى مستوى دولي أنه يكون في عندها جودة تعليم عالية. هذا الإشي اللي هو عمليا يعطى الحرية الأكاديمية هي تعطى لكل جامعة بكل أنحاء العالم. حتى إذا بنيجي منقارن كمان إيش بيصير بجامعات تانية، أو فيش حاجة نبعد، تعال نقارن إيش كمان بيصير بسياسة إعطاء تصريح دخول للمحاضرين الأجانب اللي بدنا يعلموا بالجامعات الإسرائيلية. وهذا مقارنة إحنا عملناها من ناحية شو هي التعليمات اللي موجودة بإسرائيل وإيش هي التعليمات الموجودة اللي بتحطها إسرائيل كقوة محتلة بالضفة. منشوف إنه بالنسبة لإسرائيل السلطات الإسرائيلية أو الجامعات الإسرائيلية السلطات الإسرائيلية تتعامل مع الجامعة إنه هي الجهة اللي بتتعامل معها ومش المحاضرين نفسهم. كل محاضر بفوت وعنده اتفاقية لتعليم بيقدر إنه يبقى لأول سنة بإقامة مؤقتة، وبعدين هاي الإقامة بتتجدد لحد 5 سنين. بعد ال5 سنين بيقدر يأخذ إقامة ثابتة هو وعائلته، يعني عمليا الزوج أو الزوجة والأولاد. فعنا عمليا فترة اللي فيها استقرار معين من ناحية الجامعة من ناحية المحاضر. بالمقابل إذا بنشوف كيف السلطات الإسرائيلية بتتعامل، سلطات الاحتلال تتعامل مع الجامعات الفلسطينية، بنشوف إنه الوضع غاد كتير عمليا مختلف بشكل تام. محاضر الأجنبي اللي هو بده إنه يفوت على الضفة بعطوه مرات شهر أو 3 أشهر إقامة مؤقتة، لهاي الإقامة لازم تتجدد كل شهر أو كل 3 أشهر مرات. فصل تعليمي في أي جامعة أقل من فصل، يعني عمليا المحاضر والجامعة والطالب
الطالب ما بيعرفوا إذا هذا المحاضر رح يكمل السنة التعليمية والدراسية. كثير من المحاضرين اضطروا إنهم يتركوا بنص السنة التعليمية أو بنص الكورسات بدون ما يخلصوا الكورس وبدون ما يعملوا امتحانات وبدون ما يعطوا نتائج الامتحانات للطلاب. فعمليا في محاولة لقطع واستهداف السنة الأكاديمية أو السمستر الفصل الأكاديمي في الجامعات الفلسطينية وتحديدا في بيرزيت. نعم سأعود إلى بيرزيت تحديدا، ولكن هل تحاول إسرائيل من خلال هذه الممارسات بتقويض أو بالمساس في الحرية الأكاديمية الفلسطينية؟ يعني بداية هي قمعت الأدمغة الفلسطينية ودفعتها على الهجرة، واليوم تريد أن تقمع هذه الأدمغة للطلاب، وهذا يندرج ضمن كل سياسات التضييق وقمع الحريات على الشعب الفلسطيني، وليس فقط الأكاديمية، لربما الأكاديمية هي الأبرز أو تطفو على السطح بسبب هذا التواصل مع العالم ومع الأكاديميين الأجانب، لكن دائما إسرائيل كانت تخشى الأكاديمية الفلسطينية حتى وإن كانت في بداياتها، يعني الشعب الفلسطيني كان تحت الاحتلال حتى الانتفاضة الأولى، يعني كانت هناك نوعا من الهجرة، الدراسة في خارج البلاد أو في الجامعات العربية وفي أوروبا. اليوم يعني الجامعات الفلسطينية من أفضل الجامعات على مستوى، لا أقول فقط العالم العربي، حتى على مستوى العالم، وهذا هو الحيز وهذا هو المتاح للفلسطيني العادي ليبدأ، وإسرائيل تريد أيقنت ذلك وتم تمنع الفلسطيني من التعلم وتمنع الفلسطيني من تحقيق الإنجازات، وهي وسيلة يعني لدفع هذا الطالب على 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 على, على الهجرة اولا وترك التعليم. ترك التعليم استبعد، يعني الفلسطيني يعني لا يوجد له سلاح سوى التعليم او تحييده عن قضايا شعبه، يعني في نهاية المطاف الأكاديمية هي هذا الحراك الشعبي، هذا الحراك الجماهيري، بناء الهوية بالضبط، بناء هذه الهوية الفلسطينية وبناء القيادي الفلسطيني المستقبلي، وباعتقادي يعني الطالب الفلسطيني يعني يصمد امام هذه التحديات، وقد تكون يعني القيادات الجديدة للشعب الفلسطيني ستكون من الداخل وستكون اكثر صلابة وصرامة قبالة المحتل الإسرائيلي. بما اننا بدأنا بالحديث عن تاريخ الانتهاكات، كنت قد رصدت ابرز الانتهاكات التي تعرضت لها الجامعات الفلسطينية منذ النكسة في الفقرة الآتية، نشاهدها ونعود. مع الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس عام 67 بدأت مضايقات الاحتلال للأكاديمية الفلسطينية عبر إبعاد محاضرين واعتقال طلاب، إلا أن الصدمة الأولى حدثت في العام 83 عندما أقدم مستوطنون على اقتحام جامعة الخليل وفتحوا نيران رشاشاتهم داخل إحدى القاعات، ما أدى لاستشهاد 3 طلاب وإصابة 50 آخرين. بلغت ذروة الانتهاكات الإسرائيلية خلال الانتفاضة الأولى بين عامي 87 و91، وتذرع الاحتلال حينها أن هذه الجامعات أصبحت منطلقا للمقاومة ضده، وحتى بعدما أعاد الاحتلال فتح الجامعات لم تسلم من ملاحقاته، ففرض الاحتلال حصارا على جامعة النجاح عام 92 ومنع الطلاب الموجودين فيها من الخروج منها بحجة البحث عن مطلوبين. مع الانتفاضة الثانية كما هو متوقع تعرضت الجامعات للعديد من الملاحقات، أبرزها قصف جامعة بيت لحم وإغلاق جامعتي الخليل وبوليتكنيك. في المحصلة يبلغ عدد الطلاب المعتقلين في سجون الاحتلال اليوم 340 معتقلا. سوسن، هل يمكن أن تتكرر هذه الانتهاكات اليوم ضد الجامعات الفلسطينية؟
طبعا يعني احنا موجودين مع انه الاحتلال هو احتلال اللي طول وصل له 52 سنه، بس يعني عم نحكي قاعدين على احتلال اللي هو قائم، وممكن الانتهاكات تكون تكمل بالطريقه اللي شفناها وابرزت بهذا التقرير، وبطرق تانية اللي كمان لحد هسه ما بنعرفها. ولكن احنا بهاي المرحله عم نتصدى قاعدين، يعني في تصديات اللي هي بتكون على كل انتهاك وانتهاك. هاي المرة احنا مركزين على موضوع الانتهاكات ضد الجامعات الفلسطينية، ونتيجة لهذا الاشي كمان ارسلنا هاي الرسالة باسم جامعة بير زيت. طب كيف ينظر القانون الدولي على هذه الانتهاكات؟ هذا اللي عمليا طلبناه بالرسالة اللي بعتناها للسلطات الاسرائيلية باسم جامعة بير زيت، اللي فيها طلبنا انه تتوقف السياسات القمعية وسياسات التقييد من قبل السلطات الاحتلال ضد جامعة بير زيت والجامعات بشكل عام، وانه يكون في تعليمات واضحه اللي هي عمليا بتحدد وبترتب كل موضوع الاقامه والمكوث تعون المحاضرين الاجانب بطريقه او يعني بطريقه اللي هي تعطيهم امكانيه انه يتواجدوا يعني بوقت اللي هو اكثر يعني معقول عشان يقدروا انه يكملوا السنه الدراسيه. ما في ولا اي شك انه احنا هون عم نحكي قاعدين على القانون الدولي الانساني، على قانون الاحتلال اللي هو بيلزم دوله اسرائيل كقوة محتلة إنها ما تتدخل في الحياة المدنية للناس المحليين، للسكان المحليين تحت الاحتلال، وبالذات لما فيش ولا أي دافع أمني. وهون أنا كمان بحب أطرق إنه فيش ولا أي ملف من الملفات اللي إحنا انكشفنا عليها من ناحية المحاضرين اللي تم رفض إعطائهم تمديد للمكوث اللي كان السبب هو سبب أمني، وهذا أكثر بشدد صحة الادعاء تبعنا أنه عمليا المحاولات هي ما إلها ولا أي علاقة بمواضيع أمنية، وإنما الدافع تبعها هو دافع تضييق على دافع سياسي بحت، تضييق على الجامعات. وكلياتنا بنعرف كمان أنه التضييق على الجامعات هو كمان بيؤدي لانتهاك الحق في التطور، إن كان على مستوى فردي أو على مستوى جماعي، مش بس للجامعة نفسها ومش بس للطلاب، وإنما كمان للمجتمع ككل. طيب كيف برأيك يمكن التصدي لهذه الممارسات شعبيا وسياسيا؟ بداية فقط يعني تاريخيا، نعود للتاريخ معانا، يعني في توقيت استهداف الجامعات الفلسطينية، إذا بدأنا من عام 83 العدوان على الشعب الفلسطيني في لبنان ومجزرة صبرا وشاتيلة، بعد ذلك من الانتفاضة الأولى حتى عام 91 الانتفاضة الأولى، فترة ما بعد أوسلو إلى الانتفاضة الثانية، واليوم ماذا يتم؟ لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية من خلال صفقة القرن. بمعنى كلما تقوم إسرائيل بالتضييق على الشعب الفلسطيني، وباعتقادي اليوم وصلت للمرحلة النهائية، يتم استهداف الجامعات ويتم استهداف الأكاديمية. في الفترة الحالية إسرائيل، يعني العالم يدعو إلى مقاطعة إسرائيل والجامعات إسرائيل بالضبط، ومن ناحية ثانية نرى هذا، لا أقول التضامن مع الأكاديمية الفلسطينية ومع الجامعات الفلسطينية، هذا الاحتضان والعقول الفلسطينية. باعتقادي يعني هذه العقول التي هاجرت الأكاديمية الفلسطينية، أعتقد الفلسطينيين عليهم العودة، يعني هناك مسؤولية تاريخية ومسؤولية أخلاقية ووطنية لتدعيم الجامعات شعبيا وجماهيريا. باعتقادي كيف؟ يعني باعتقاد هذا قرار شخصي باعتقادي، لكن هناك على يعني باعتقاد جميع الأحزاب والفصائل الفلسطينية مدعوة يعني لاحتضان الأدمغة والعقول الفلسطينية، وحتى توفير كافة الظروف. لا يعقل الفلسطيني هنا يقمع من قبل الاحتلال ولا يجد الظروف الأساسية المعيشية، وحتى من ناحية عمل أتحدث فلسطينيا والعالم أينما ذهب يتم احتضانه. باعتقادي يعني هاي مسؤولية أيضا للقيادات، سواء السلطة الفلسطينية
الإسلامية وكافة وإسرائيل أيضا بالأول نتحدث داخليا فلسطينيا. يعني هذا يجب أن نصارح بعضنا. المشكلة هناك مشكلة مع الداخلية في الشعب الفلسطيني في التعامل مع الأكاديمي والدماغ الفلسطيني. شعبيا باعتقادي يعني الشعب الفلسطيني أوعى من هذه المؤامرات ويتصدى للجامعة بيرزيت. يعني باعتقادي تحولت هي إلى بؤرة وأحداث انتفاضة دائما. جامعة بيرزيت فقط منذ مطلع العام الحالي تم اعتقال 3000 فلسطيني، المئات منهم من طلبات الجامعات. يتم اقتحام استشهاد كمان بالضبط. اقتحام الجامعات، مساكن الطلبة، التضييق حتى على الطلاب في منازلهم. يعني لا يتم التضييق على الطالب في حرم الجامعة فقط، وحتى يتم ملاحقته إلى بيته وإلى منزل لترهيب وترهيب الأسرة الفلسطينية. باعتقادي هذا إلى حد ما فشل. ما زالت الجامعة يعني تكون صباحا مواجهات بعد الظهر، وكأن الحياة عادية في الأكاديمية الفلسطينية وفي الغرف التدريس، وهذا ما يعني يربك إسرائيل. لا طيب أنا بدي أضيف شعبيا. طب قانونيا كيف يمكن التحدي يعني مناهضة هذه السياسات؟ قانونيا هو عمليا إيش إحنا بلشنا إنه نعمل باسم جامعة بيرزيت، وهاي كمان كان الهدف تبعنا إنه الإجراءات القانونية تبلش باسم الجامعة ومش باسم المحاضرين. المحاولة تبعتنا هو إنه إحنا نحول من موضوع شخصي لموضوع اللي هو مبدئي. إحدى الإدعاءات اللي دعيناه هو إنه حق تقرير المصير تبع جامعة بيرزيت زي أي جامعة تانية بكون عندها حق لحرية أكاديمية مطلقة لا يبطل لأنه في احتلال، وبالتالي الاحتلال ما بيقدر إنه يتدخل بالحرية الأكاديمية تبعت الجامعة. وهذا كان القصد تبعنا. حاليا يعني بلشنا الإجراءات، طبعا بعد ما في عنا أجوبة اللي هي عينية على هذا الموضوع، ولكن الإجراءات القانونية رح تكمل حتى لو اضطرينا أن نوصل للمحاكم. ولكن بدي كمان أنوه أنه في هنا دعم دولي من قبل مؤسسات أكاديمية كتيرة في عدة دول في العالم اللي هي أبدت المساندة تبعتها والدعم تبعها لجامعة بيرزيت وللمحاضرين لبيرزيت، اللي هو بلشت بحملة من هديك السنة من لما بلشت تطلع كل موضوع التقييدات على المحاضرين ومكملة لحد اليوم. وإحنا طبعا رح نساعد ونساهم إنه هذا الدعم يكبر. يعني دعم دولي ولا دعم أكاديمي؟ دعم أكاديمي بمحاولة الضغط على السلطات الإسرائيلية، إرسال مكاتيب على نفس السلطات الإسرائيلية اللي إحنا بعتنا لها على أساس إنه يفرجوا أولا دعم ويطالبوا إنه ما يكون في تدخل بالحرية الأكاديمية. طيب تحدثنا كثيرا عن الجامعات في الضفة، ولكن ماذا عن قطاع غزة؟ تبدو الصورة أسوأ بكثير من الضفة الغربية. ما أبرز وجوه المعاناة الأكاديمية في قطاع غزة؟ يعني الأكاديمية في غزة منغلقة على ذاتها، بمعنى يعني أنت لا تتطور سواء من ناحية مضامين من ناحية مواضيع تدريس، أنت معزول عن العالم. يعني على سبيل المثال حتى فلسطينيا من الضفة الغربية أو من الداخل الفلسطيني لا يمكن لأي أكاديمي أو حتى طالب التواصل مع غزة، مع العالم سواء العالم العربي أو أوروبا. يعني لا نفقه ولا نعرف عن الأكاديمية الفلسطينية أي شيء، ولا يوجد هناك باعتقادي يعني هذه التعددية في الأكاديمية، وهذا هو في غاية الأهمية، غير متواجد في غزة. يعني ما يقارب 1.5 مليون فلسطيني يتعلمون أو يدرسون باتجاه واحد، وهذا باعتقادي يعني غير صحي حتى للشعب. ماذا تقصد عندما تقول باتجاه واحد؟ أنا أقصد الجامعات، يعني أتحدث غالبية الجامعات هي جامعات إسلامية والتخصصات لا يوجد الكثير من التخصصات، لا يوجد هذا الحرية، هذا الحيز من الحرية بسبب الحصار. لا أنا لا أتهم أي جهة سواء حماس أو أي فتح، أي جيل ستخلق وأي جيل ستنشئ وأي مناهج تعليمية منغلقة بالضبط منغلقة على ذاتها بسبب الحصار. واليوم هذا سينعكس سلبا على تطور المجتمع الفلسطيني، ومستقبلا سيقول لنا مجتمع فلسطيني في غزة
مغلق على ذاته. صعب تحكي على في دقيقه صعب تحكي بالنسبه لغزه لانه في حصار على حريه اكاديميه لما في شغلات اللي هي اساسيه اكثر وانسانيه اكثر زي مثلا وضع المستشفيات او وضع المدارس نفسها تعرضت لقصف او اللي تعرضت كلياتها للقصف وكل النقص اللي موجود بالمستشفى. فصعب انك انت تتعاملي او تعملي هاي المقارنه مع غزه لانها موجوده تحت حصار ولانه كل سنتين ثلاثه في عليها حرب وقصف. فانا بفكر انه المقارنه هون بين غزه مش عادله لنتيجه للوضع الخاص تبع غزه. ولكن باي حال من ناحيتنا احنا اسرائيل هي المسؤوله الاولى. يعني الحصار يؤدي في نهايه المطاف الى تدمير الاكاديميه طبعاً في غزه طبعا، بس الى تدمير شغلات ثانيه اساسيه. نعم. بالاول المحامية سوسن ظاهر نائب مدير عام مركز عدالة القانوني والصحفي محمد وتد المختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا لكما. شكرا لك. شكرا. إلى هنا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء في حلقة أخرى وزاوية أخرى من الخط الأخضر.